نجدد تحية مشاهدينا. ووافق رئيس عبد الفتاح السيسي على نتائج اللجنة المشكلة لمنح أسر قرية المراشدة بمحافظة قنا فدانين ونصف الفدان لكل أسرة ممن ينطبق عليها الشروط، وهي 963 أسرة. أضيف إليهم 15 أسرة أخرى لم ينطبق عليها شرط الإقامة 5 سنوات متصلة تقديرا لظروفها، ليصبح الإجمالي 978 أسرة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كلف القوات المسلحة بتدبير باقي المساحة وقدرها 1000 فدان.